ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد يختص بالتوجيه العام تمهيدا للحوار الوطني الشامل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل في تنزيله مخاطبا ملائكته إني جاعل في الأرض خليفة، والصلاة والسلام على معلم الإنسانية حب الأوطان القائل حب الوطن من الإيمان، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ما جن ليل وأشرق نهار. أما بعد، فيا أيها المستمعون والمشاهدون الكرام، كما تعلمون أننا اقتربنا من نقطة الصفر التي منها سننطلق إلى بناء دولتنا تشاد، وها نحن الآن تحت مجهر الاختبار، فإما أن نكون وطنيين حقا فنفوز برضا الله سبحانه وتعالى ونحظى بسلامة المجتمع والوطن، وإما أن نكون ممن يؤثرون مصالحهم الخاصة على مصلحة المجتمع والوطن فنهوي إلى الحضيض وتشقى بنا الأمة ويضيع منا الوطن. فيا أبناء تشاد، يا أبناء تشاد الشرفاء الأحرار في الداخل وفي الخارج، موالين أو معارضين، فلتعلموا أن الزمان لا يرحم أحدا، وأن الله سبحانه وتعالى ناظر لما تعملون، وسلامة هذا المجتمع ومصير هذا البلد مرهون في أيديكم، فاتقوا الله في هذه الأمانة واتركوا الأنانية والأسرة، واجعلوا من أولوياتكم سلامة هذا البلد وأمنه واستقراره. ومن هنا فأنا أهيب بجميع القطاعات، بجميع قطاعات الشعب من الساسة ورؤساء الأحزاب والهيئات الرسمية والمدنية والدينية والسلطات الإدارية والتقليدية والاتحادات العمالية والمدنية والطلابية والروابط الإقليمية والقبلية، إلى أن يتركوا الأهداف الذاتية الضيقة والمقاصد الخاصة المؤثرة في مسيرة الحياة، وليبتعدوا عن كل ما من شأنه تفريق الكلمة وتمزيق اللحمة الوطنية وتقطيع الصف، ونتجه جميعا إلى إقامة الملتقى الشامل الذي وضعت فيه تشاد كل آمالها، نتجه إليه بقلوب متحابة وبرؤى متحدة وبنيات مخلصة لتنهض بذلك تشاد قوية عودا، متحدة أرضا وسماء، معززة مكرمة بين الأمم، محمية بجيشها البطل وبمؤسساتها الأمنية اليقظة، وعندها تتحقق آمال الجميع ونفوز برضا الله قبل رضا الآخرين. وهنا أخصص ندائي للقادة الروحيين من المسلمين والمسيحيين، فأنتم كثيرا ما يسقي إليكم الشعب ويستمع إلى ما تقولون، فيجب عليكم أن توجهوا المجتمع إلى ما ينفعه في دينه ودنياه ويضمن له السلامة والعافية والأمن، وإلى ما يوحد كلمته ورؤاه، وإياكم وما يبث الكراهية والقطيعة من تلك الأفكار الهدامة التي تلغى من على منابر الجمعة أو وسائل التواصل الاجتماعي أو عند الملتقيات العامة والمناسبات الخاصة، ولنكن مفاتيح للخير
مغاليق للشر، ولا نكون العكس، ولنجتنب كل ما يثير الفتنة بين المواطنين مهما كانت الأسباب. فالظروف التي تمر بها بلادنا لا تتسع لأي شيء سوى وحدة الكلمة وترك الأنانية والنرجسية. فهيا بنا إلى التوافق، ومنتصف فبراير ليس منا ببعيد، وفيه تتحقق آمال الشعب إذا أخلصت القادة النية. وعلى الله قصد السبيل، فإنه نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذا المقام فأنا أقدم الشكر الجزيل والثناء الحسن إلى حكومتنا الرشيدة، ممثلة في المجلس العسكري الانتقالي بقيادة الفريق الركن محمد إدريس ديبي تنو رئيس الجمهورية رأس الدولة، أعزه الله ونصره وحماه من كل مكروه، للجو الإيجابي الذي هيأته لنا نلتقي ونتناقش من أجل بناء مستقبلنا ومستقبل أجيالنا. عاشت تشاد حرة أبية، وعاش الشعب التشادي حرا أبيا تحت قيادة رئيسه الفريق الركن محمد إدريس ديبي تنو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة نريد أن نخرج من كتابنا مختصر الإمام الأخضر. كنا نتابع هذا الكتاب، تابعنا من بداية الكتاب إلى وصلنا إلى القنوت، ولكن رأينا بأن شروط الإمامة مهم جدا. والشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله ما وسع في موضوع شروط الإمامة، لذلك نحن نريد أن نتحدث عن شروط الإمام والإمامة من كتاب أقرب المسالك. أقرب المسالك هو مختصر من كتاب المختصر للإمام أحمد بن محمد الدردير، لأن عندنا الآن أئمة الحمد لله كثر ومساجد كثيرة جدا بحمد الله، ولكن كل إمام يعرف متى يكون إمام، متى يكون إمام، وكذلك المصلين كله يعرف من الشخص الذي يقتدوا به حتى تكون صلاتهم صحيحة. وشرط الإمام، أي من شروط الإمام، أن يكون مسلم، وشرطه إسلام، أن يكون الإمام مسلم، ما يكون كافر. أي أنواع الكفر لا يصح أن يكون إمام للمسلمين، سواء يهودي أو نصراني أو بوسي أو هندوسي أو أي واحد من أنواع الكفر لا يجوز أن يؤم المسلمين. ولو لم يعلم بكفره، بمعنى الإنسان المأموم ده الذي صلى وراء الإمام ما بيعرف بكون هذا الإنسان له كافر. إنسان لبس طاقية ولبس جلابية وعنده عمامة ومرات عند السبحة وبيقرأ قرآن وبيعرف أحكام الشريعة وبعرف الإسلام، لكن هو ما مسلم، بس تعمد وبيصلي مع الناس ولكن باطنه كافر، والناس صلوا معه سنة سنتين يوم يومين صلاة واحدة، عندما يظهر لهم أن هذا الإنسان غير مسلم يعود الصلاة دي ولو هنا 10 سنة ولو هنا 100 سنة، معناته الجهل به لا ينفع. صحيح أنت ما آثم، ولكن يجب أن تعود الصلاة صليتها وراء هذا الكافر.
وتحقق الذكورة لا بد أن يكون الإمام ذكر محقق. كلمة ذكر محقق في هناك ذكر ما محقق، بمعنى الإنسان اللي بيسموه خنثى مشكل، خنثى مشكل. الله خلق بعض الإنسان عنده فرج وعنده ذكر، هذا الإنسان لا يؤم الناس ولا يؤم الرجال ولا يؤم النساء، حتى في الميراث له نصيبي ذكر وأنثى، بمعنى حتى في الميراث بيسوي ذكر وبيسوي أنثى، بيشيلوا نصف الذكر ونصف الأنثى وبيلموا بنت ليه، لأنه هو ما ذكر حقيقة وما أنثى حقيقة. إذن حتى في الميراث بده بين الذكر وبين الأنثى. إذن الخنثى مشكل لا يجوز أن يقتدى به. ومن شروط الإمام أن يكون عاقل، العقل بمعنى ما يكون مجنون، إما أن يكون مطبق ده ما بيفيق، مجنون بس قاعد، أو يفيق بعد الأحيان، معناته مرة أقلب بجي تمام، ومرة كمان جنون برجع لي. إذا كان في حالة الجنون وأما الناس صلاتهم باطلة، لأن المجنون ما عنده صلاة، ما مكلف. لكن في بعض الناس بعض الأحيان معناته يصاب بالجنون شهر شهرين ثلاثة، ممكن يدوه دواء أو يعزم لي أو يقرأ له القرآن أو يا مثلا يقرأ له الكورس ويفيق، يبقى إنسان عادي. إذا في حال الإفاقة إذا كان إنسان يقتدى به صلاته صحيحة. إذا لابد أن يكون هذا الإنسان ذكر محقق ويكون إنسان عاقل. إذا الإسلام والعقل ده شرط من شروط الإمام. هنا بعض العلماء ذكروا هل الإنسان يقتدي بالملك، هو ملك كده وجاء وقال تعال نصلي وظهر لك ملك من الملائكة، هل يجوز تصلي معه ولا يجوز تصلي؟ يجوز أن تصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صبح الإسراء والمعراج خلف سيدنا جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. كذلك يجوز الإنسان يصلي خلف ذكور الجن المسلمين، لأن هم كلهم مكلفين ونحن مكلفين. واحد من الجنون جاء وانت بتشوفه وهو بيشيفك، لأن بعض الناس مزامنين لهم جنون، ومرات ربنا بكشف لهم بيشيف الجان وبيجلس معاه، وبعض الجنون علمانا قالوا مرات يجوا في عند قراءة القرآن يقرأ مع الإنس، كذلك في حلقات العلم بيحضروا وبيتعلموا من العلماء. إذا كان واحد رأيت وانكشف لك وقال لك قم نصلي، أنت هو يصلي وراءك وأنت تصلي وراءه. وكونه غير مأموم، الإمام ما يكون مأموم. مأموم بمعنى أدرك ركعة أو ركعتين مع الإمام، وإنت جيت مسبوق، أنت مسبوق ما لقيت أي ركعة مع الإمام، لا تقتدي بهذا الإنسان المسبوق اللي لقي أدرك ركعة مع الإمام. أو أصلا ما وجد مثلا ركعة، إذا كان ما لقي ركعة مع الإمام وجا كبر بعد رفع الإمام من آخر ركعة، رفع الإمام من الركوع بعد ماشي السجود، أو لقي الإمام في السجدتين الأخيرتين، أو لقي الإمام في الجلوس، إذن هذا ما لقي أي شيء. المالك ركعة بسجدتيها هذا إنسان أجنبي، ما نقول له مأموم. هذا تجي وبتكبر
ورايا بتصلي. وهو أيضا لما يشوفك جيد يقول لك الله سيدنا إنت قدم لنا، لأنه هو ما مأموم للإمام، ما مأموم، ما بتنطبق عليه المأمومية. ولا متعمد حدثا، الإنسان تعمد الحدث صلاة باطلة. إنسان عمد كبس بدون وضوء دخل الصلاة، وأما الناس صلاة باطلة وصلاة المأمومين أيضا باطلة. لكن إذا ما تعمد الحدث هو بظن أنه له وضوء ودخل وصلى بالناس، وبعد الصلاة تبين عنده هو ما متوضئ، إذن صلاة المأمومين صلاة صحيحة وصلاة الإمام صلاة باطلة. أو سبق الحدث، هو دخل بالوضوء أو دخل بالتيمم وبعدين بعد كبر وماشي، سواء أدرك ركعة أو ركعتين أو آخر ركعة، خرج منه حدث أي نجاسة، سواء خرج ري، خرج منه بول، خرج منه غائط، المهم معناته خرج منه حدث يبطل الوضوء. صلاة المأمومين صلاة صحيحة، هو يخرج ويمسك أنفه كده زي واحد كده أصابه الرئاف، يأخذ كده ويطلع. لكن الأفضل أن يشيل واحد من المأمومين ديل اللي قاعدين في الصف الأول ويجره عشان يكمل الصلاة، ربما حيكون مسبوق. هذا الإنسان الخليفة للإمام اللي بيتم الصلاة يمكن يكون مسبوق، لقى أدرك ركعة أو ركعتين مع الإمام، كيف يصلي؟ أنت مسبوق وتقلين إمام؟ أي نعم، إذا كان لقيت ركعة بسجدتيها خلاص أنا ابن كلكم خليفة. الإمام كان حصل له شيء مثلا، الإمام وقف في البكان ده مات، أو إجس ماشي كده أصابه وجراس أو حس بجسم ما يقدر يستمر في الإمامة، يرجع وراء واحد من المأمومين ديل حيكون إمام. إذا كان هذا الإنسان مسبوق بركعة أو ركعتين وإنت دخلت مع الإمام، صلاتكم تكون كيف؟ إنت تنتظر كلكم بعد ما هو يكمل صلاة الإمام، هو مسبوق بركعة ركعتين أو بثلاثة في الرباعية مثلا، هو وحده بس يقوم يكمل صلاته الركعة الركعتين الفاتوا ده، كلكم تجلسوا ولا تدخلوا مع الإمام ولا تدخلوا مع الإمام المسبوق ده ولا الجوارة وأدركوا ركعة مع الإمام، كلكم تجلسوا، الإمام وحده المسبوق الكمل صلاة الإمام عشان الإمام حصل له عذر، هو يكمل صلاته بعد ده يسلم، الدخل مع الإمام الأول حيسلمه، وبعدين المسبوقين اللي عندهم ركعتين كمان يقوموا يكملوا صلاة. إذن الصلاة هي شيء صعبة، لذلك أردنا أن نأخذ شروط الإمامة عشان الإمام لابد يعرف هذه الأشياء كلها. لذلك العلماء يقولوا الصف الأول الناس الورى الإمام يكونوا علماء، ما يكون ناس ما علماء، وكان حصل للإمام شيء كل ما بيقدر بينبه ديل أفضل أن يكونوا بالطرف هناك، إما طرف شمال للإمام إما بطرف يميني الإمام، خلوا الصف الأول الناس المقابلين الإمام أربعة خمسة ده يخلوا العلماء، سإن دول هم كان حصل شيء كله معناته بيعدلوا، كما يقول إذا كان حصل أكسيدان كله هم بيعدلوا الصلاة. لكن إنت تقعد وراء الإمام والإمام يحصل له شيء جبدك يقول لك تعال، إنت تجبد وراء تقول لا أنا ده ما منقى إمام ولا يبقى يا ناس. لذلك المطلوب الناس الاثنين ثلاثة وراء الإمام دول يكونوا علماء، كان علماء جدا سيدنا بقى جاء ولو قايف في الصف
الأخير كله في الصف الثاني أو الطرف الإمام قول سيدنا تعالى وتينا، لأن شغلك إذا كان طلب ده أنتوا تعدلوا. ده الشيء اللي يكون. إذن ولا متعمد حثثا، ها إذا كان هو ما متعمد الحدث لكن دخل بدون وضوء، وإتي المأموم بتشيف الإمام ده دخل الحمام ومرق وخدت السخان ونسي ما وضى وجاء بيصلي معاكم، إنت اللي بتعرف بيكون الإمام له ذاته كده محدث وصلي ورايا وما لعلم بأنه الإمام ذاته محدث، إذا صلاتك باطلة. أو أنت ورا الإمام وحسيت الإمام ده مرق منه ريه وهو ما سمع، إذا من محلك ده تكس تخلي الإمام ده، لأن إذا كان تابعت ده أنت ذاتك متعمد وصلاتك باطلة. فإن نسيه أو غلبه صحت للمأموم، عشان كده قال كل إمام بطل صلاته، كل صلاة بطل الإمام بطلت إلى المأموم، إلا سبق حدث أو نسيانه، إلا إذا كان سبق الحدث زي ما يقول لي فسرناه أو نسيان نسي ودخل صلاة للمأموم صلاته صحيحة، نسي دخل بدون وضوء أو الحدث غلبه ومرك منه خلاص، هو كل ما يسي أي حاجة ولو ركع كل ما يرفع رأسه بدون رب سمي الله لمن حمده، يرفع رأسه ساكت يشيل واحد يقدم عشان يكمل الصلاة، هكذا شاف الناس اللي بورد الزول كي بقدر بعدل الصلاة ما فيه، ولو قاعد في الصف الثالث الرابع كله يشوف كده سيدنا لك يقول له كده تعال، لأن الفقهاء اللي بيعرفوا كيف إذا كان حصل للإمام شيء ومن هناك بيقدم تك تك بجي وبيواصل صلاتكم وبأدل لكم. ولم يعمل بهم عملا، بمجرد الحدث حصل ده الإمام ده ما عمل معهم أي حركة خلاص، كان في السجدة ما يرفع به، كان في الركعة ما كان ركع كله ما يرفع، كان قاعد في القراءة ما يركع، مجرد الحدث ده مرق ده هو يوقف أي حاجة ويطلع وبعدين يواصل الثاني معاه، أو كما لقوا إنسان إمام آخر عشان يكمل الصلاة يصلوا أفزاز الركعة ركعتين الباقية بعد حدث الإمام ده كل زول صلاة يكملها، لا الإمام جبت له واحد ما رجع عشان يكمل الصلاة، وهدين شافوه قال لك ونهنا ده شال نزلهم واحد إمام آخر بيقوا اثنين إمام في داخل المسجد صلاتهم صحيحة، ده الأقتدى بده وده اقتدى، لأن كان زمان متفقين في الإمام ده، لكن الإمام مرق ده هم ما متفقين فيهم، إذن واحدين كمان لزوا أو واحد مرق والناس آخرين اقتدوا به، حتى قالوا في الجمعة اللي صلوا ب 12 وإمام معهم 13 صلاتهم صحيحة، والأقل كمان صلاتهم باطلة. ولم يعمل بهم عملا إن لم يعلم به قبلها، هنا إذا كان قلنا نسي أو غلب الحدث ومرك منه، لكن هو عالم في البداية وبعدين نسي، إن لم يعلم بالحدث أي بحدث إمامه قبلها، قبل ما يدخل زي ما قبل قلنا هو عالم بكون الإمام ده ما عنده وضوء، كان دخل المأموم صلاته إيه باطل لأنه قلنا متعمد، أو علم فيها ولم يستمر، إذا كان هو علم بحدث الإمام وما استمر مع الإمام، كذا الإمام ده داخل الصلاة حصل له شيء وإنت ما استمرت مع الإمام خلاص صلاة الصلاة، لكن لو استمرت صلاتك تكون باطلة، بل فارقه وصلى لنفسه منفردا، ومفهوم أنه لو علم بحدث إمامه في الصلاة
واستمر معه بطلت عليهم. إذا كان علم بحدث الإمام المأموم عالم بحدث الإمام واستمر معه بطلت الصلاة. إذن الشيخ يقول: والحاصل أن الإمام إذا كان ناسيا الحدث، نسي كدر عند حدث أو الحدث ده غلب، فتصح للمأموم بالشرط أن لا يعلم المأموم أو علم فيها ولم يعمل معه عملا. اثنين، متى المأموم ده صلاته تكون صحيحة؟ إذا كان المأموم ده ما عالم بحدث الإمام أو وقت العلم بحدث الإمام ما استمر مع الإمام، ده صلاته بطل، صلاته صحيحة وإلا تكون باطلة. باطل معنى شنو؟ إذا كان علم واستمر مع الإمام، إذن هذا، أو عالم بحدث الإمام وكبر معه، كذلك صلاته باطلة. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويعلمنا العلم النافع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار علاقات التعاون القائمة بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد والندوة العالمية للشباب الإسلامي بالمملكة العربية السعودية، فقد نظم المجلس بالتعاون مع مكتب الندوة بتشاد مجموعة من الأنشطة الدعوية في الفترة من 22 وحتى 27 من شهر يناير من العام 2022 للميلاد، شاركت فيها جميع الطوائف والمؤسسات الدينية. وانطلقت فعاليات هذه الأنشطة في يوم السبت 22 من شهر يناير بقاعة المحاضرات بالمسجد الكبير للملك فيصل بالعاصمة جمانة، بدءا بالملتقى الثاني للأئمة والدعاة الذي استهدف العاملين في المجال الدعوي من الأئمة والدعاة والمرشدين، بأن تليه ندوات علمية ودورات تدريبية لصالح النساء الداعيات ومعلمي المراكز القرآنية والشباب حتى 27 من نفس الشهر. ترأس أعمال افتتاح هذه الأنشطة الدعوية رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ دكتور محمد خاطر عيسى بحضور مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي مكتب تشاد الدكتور محمد بشير أحمد وجمع غفير من العلماء والناشطين في المجال الدعوي. واستهل الحفل بقراءة آية من القرآن الكريم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتبعه وهديه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. عقب هذه القراءة المباركة قدم الشيخ الجوني جدا محمد عبد القادر مدير التعليم والتأهيل بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كلمة اللجنة التنظيمية، أشار فيها إلى أهمية التعاون القائم بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والندوة العالمية للشباب الإسلامي الذي أثمر في إقامة هذه الأنشطة الدعوية، مؤكدا بأن هذا الدعم يلبي حاجة القائمين في المؤسسات الدينية لتأهيلهم ورفع كفاءاتهم وقدراتهم العلمية. ونحن اليوم في مناسبة عظيمة، حفل انطلاق أنشطة دعوية متكررة أو متعددة بلغ في مجموعها أربع أنشطة، والجلسة هذه جلسة انطلاقة، بعد قليل سيطلقها إمام المسلمين رئيس المجلس انطلاقة للأنشطة هذه كلها الموضحة أمامكم في اللافتة. فللمجلس علاقة قوية وقويمة مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي، نتيجة هذا التعاون جاء هذا النشاط. كما علمتم العام الماضي أقيم الملتقى الأول للأئمة والدعاة بدعم من منظمة الندوة العالمية للشباب الإسلامي، نتيجة ذاك الملتقى جاء هذا المشروع الكبير دعا
تحت عنوان مشروع دعم ميزانية المجلس. يمكن للواحد أن يتساءل، دعم ميزانية المجلس كيف؟ نعم، المجلس ليست له ميزانية محددة مدعومة من جهة محددة، ولكن الشركاء يقفون مع المجلس في إطار تنفيذ أنشطته المبرمجة في ميزانيته السنوية. وجاء هذا الدعم من الندوة العالمية للشباب الإسلامي لتنفيذ هذه المشاريع التي دائما وأبدا يسهر المجلس لتقديمها للأمة الإسلامية. والمجلس دائما يفكر في صناعة الإنسان أولا، وأنتم العقول الذين توجهون هذا الإنسان نحو الخير لما فيه صلاح الإنسان والوطن. إذن أنشطتنا كما هي معلقة أمامكم خلال هذه الأيام التي تبدأ من تاريخ اليوم بفضل الله، بل وبدأت من 22 إلى 27 يناير 2022. الأنشطة التي سيطلقها بعد قليل فضيلته تتمثل في الملتقى الثاني للأئمة والدعاة في سبيل تعزيز الوسطية والاعتدال في مجال العمل الدعوي. ويستفيد من هذا الملتقى 100 إمام وداعي في خلال يومين بإذن الله. أما النشاط الثاني فيتمثل في ندوة علمية لصالح السيدات الداعيات ورئيسات مراكز محو الأمية. وهذه الندوة تقام تحت عنوان المرأة المسلمة ودورها في إصلاح المجتمع. أما مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي مكتب تشاد الدكتور محمد بشير أحمد، فقد أعرب عن اتساع شراكات التعاون مع منظمته والمؤسسات الدينية المختلفة وبخاصة مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مجال العمل الدعوي، مؤكدا بأن الندوة العالمية للشباب الإسلامي تهدف إلى ترسيخ مبدأ الاعتزاز بالإسلام لدى الشباب المسلم وترسيخ الفكر الوسطي المعتدل البعيد عن التطرف والغلو وتنمية قدرات الشباب وصقل مواهبهم وتوجيه جهودهم لخدمة أمتهم ومجتمعاتهم. وعدد مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي الأعمال الإنسانية والتعليمية التي يقوم بها مكتبه، خاصة توقيع اتفاقيتي التفاهم بين الندوة وجامعتي الملك فيصل ونجمينا. انطلاقا من قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى، وأيضا قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أصبح شعار الندوة في أكثر من 52 دولة في أفريقيا هو التعاون مع عدد من المؤسسات. وكما ذكر الأخ الكريم مقدم البرنامج أن الندوة وفي إطار عملها تنسق أعمالها مع عدد من المؤسسات الدولية ومؤسساتها المحلية. ولذلك صراحة نشكر الإخوة في المجلس، وأيضا نشكر دولة تشاد على استضافة مكتبها، مكتب تشاد هنا، مكتب الندوة في تشاد، وأتيحت لنا فرصة تقديم العمل الإنساني والطوعي. ولعلنا نحن في هذا العام سنكمل 30 عاما من العمل الدعوي والإنساني في تشاد، منذ نشأة المكتب أو افتتاح المكتب كمندوبية ثم تحولها إلى مكتب، أصبح عام هذا العام 30 عاما من العطاء. وتعددت أوجه الأنشطة والتعاون مع عدد من المؤسسات، ولعل معظم هذه المؤسسات إما مؤسسات تعليمية كجامعة جمينة أو جامعة الملك فيصل أو غيرها من مؤسسات التعليم العالي، ثم تعززت هذه العلاقة والشراكة مع المجلس الأعلى منذ 30 عاما، وهذه العلاقة ممتدة مع الإخوة في المجلس الأعلى. وتعززت هذه العلاقة والشراكة مع زيارة وفد من المجلس إلى مكتب الأمانة العامة في الرياض برئاسة فضيلة الشيخ محمد خاطر عيسى، حيث زاروا الأمانة العامة. ونتمنى أن تتعزز هذه الشراكة من خلال اتفاقية التعاون بين المؤسستين، بين الندوة والمجلس الأعلى. هذه الأنشطة وهذه البرامج صراحة هي جزء يسير من أعمال المجلس، ولكننا أحببنا أن نساهم وأن نكون لنا يد في دعم أنشطة هذا المجلس، سائلين الله عز وجل أن يجزل الإخوة القائمين على هذا البرنامج خير الجزاء، وأيضا الإخوة الذين سيشاركون في هذا الحفل نشكرهم أيضا على تلبية هذه الدعوة والمشاركة في هذه الأنشطة المتعددة. إخوتي
لعل البرامج التي نقوم بها في مكتب تشاد وإن كان معظمها مركزة على البرامج التنموية أو البرامج التعليمية، فإن باب الندوة ومن خلال أنشطتها المتعددة مفتوحة لكل المؤسسات التي تسعى إلى التعاون والتعاون وأيضا تعزيز الشراكة، حيث لدينا عضويتان أو نوعان من العضوية. عندنا عضوية نسميها بالعضوية العاملة وهي مخصصة للجمعيات والمنظمات الشبابية، وتوجد الآن في تشاد أكثر من 15 جمعية أو منظمة هي عضوة عاملة في الندوة. لدينا أيضا عضوية نسميه بعضوية المؤازرة وهي عضوية التعاون والتآزر في العمل الإنساني والطوعي، ولدينا 5 جمعيات أو منظمات في تشاد هي الآن تعتبر منظمات أو جمعيات مؤازرة. لذلك نتمنى أن تتسع هذه الشراكات مع المؤسسات والمنظمات المختلفة وأن نتعاون أكثر. هنالك نوعية أخرى من الشراكات التي نحن نقدرها تقديرا كبيرا وهي الشراكات مع المؤسسات التعليم العالي، خصوصا مع الإخوة في جامعة الملك فيصل وأيضا الإخوة في جامعة عين جمينة، حيث وقعنا اتفاقية تفاهم بين الجامعتين وما زالت هذه العلاقة ممتدة مع المؤسستين. نتمنى أن تتوسع أيضا هذه العلاقة مع مؤسسات التعليم العالي في ربوع تشاد المختلفة. نعم، نحن نهتم بالعمل الإنساني، والعمل الإنساني بدأناه مع عدد من اللاجئين الذين وفدوا إلى الأراضي التشادية، بدءا بالإخوة اللاجئين في شرق تشاد، في تحديدا الإخوة من دارفور، ثم امتدت تلك العلاقة مع الأحداث التي جرت في غرب تشاد وأيضا مع الإخوة اللاجئين من دولة أفريقيا الوسطى، والآن نسعى أيضا لتقديم المعونات الإنسانية للإخوة الذين وفدوا أخيرا من دولة الكاميرون. فإذا نتمنى أن تدوم هذه العلاقة بين المجلس والأعلى وأن تتعزز أكثر في أكثر من صورة من صور التعاون، سائلين الله عز وجل لكم الأجر والمثوبة. بدوره رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى خلال كلمته الافتتاحية قال إن المجلس في حاجة لتأهيل الأئمة والدعاة والمرأة والشباب خاصة في هذا التوقيت. ولفت رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى انتباه الأئمة والدعاة إلى أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتقهم من توجيه المجتمع نحو الأصلاح، معلنا أن استعداد المجلس لتنفيذ كل البرامج التي تمنح إليه للعاملين في الحقل الدعوي. في الحقيقة نجتمع في هذا اليوم بمناسبة عظيمة جدا، مناسبة تحمل الكثير والكثير من المعاني، لأن استهداف شريحة هي تعتبر المرجعية وهي تعتبر الموجه الأساسي للمجتمع، وهي الإمام والداعية. هؤلاء هم المرجعية الأساسية والموجه الأساسي لمسيرة الحياة. وإذا كان هناك جلب للخير للأمة ودفع للشر عن الأمة فيكون بواسطة هؤلاء. إذن هؤلاء هم يستحقون أن يؤهلوا تأهيلا يهيئ لهم أن يقوموا بهذه المهمة الربانية الكبيرة، وهم الذين خطبوا بقوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن العالم والداعي والمربي والمرشد هو الذي أدرك هذه المعاني التي تكتسب من قوله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فنحن في حاجة لتأهيل مثل هؤلاء، وخاصة في الزمن الذي طغت فيه المادة على توجهات الحياة كلها واستولت على مفاصل الحياة كلها. فمثل هذا الوقت الذي نحن فيه، فنحن في حاجة إلى مثل هؤلاء. ومن أجل ذلك نحن لا بد من أن نركز على هذه الشريعة حتى
نضعها في المكان الصحيح ونوجهها التوجيه الصحيح، ثم بعد ذلك نؤهلها التأهيل الكافي من أجل أن يقوموا لنا بهذه المهمة. وهذا هو الشيء الذي جئنا من أجله في هذا المقام وفي هذا المجال. نحن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يمن على الأمة الإسلامية كلها، أن يمن عليها بالأمن والاستقرار. إذا جاء هذا الأمر، الأمن والاستقرار، ففي هذه الحالة ستأتي كل الخيرات. وأن يرفع الله سبحانه وتعالى منا هذا الخطر والأوبئة وغير ذلك، والتغيرات المناخية التي نراها الآن هي تجتاح المعمورة وتجتاح القبراء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجلبنا إياه. تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قيض لهذه الأمة وقيض لهذا الدين من يحميه، من يحاول أن يخدمه ويحاول أن يخدم أهل الإسلام والإنسانية جمعاء. ومن ضمن هؤلاء هذه المؤسسة العظيمة، مؤسسة الندوة العالمية للشباب الإسلامي، فهي تعمل في هذا المجال ولها أيادي كبيرة جدا على هذا المجتمع منذ هذه السنين الطويلة، لا في داخل جات ولا في خارج جات. هناك خدمات كبيرة جدا تقدمها الندوة عندما يكون حجاج بيت الله سبحانه وتعالى من الجادين، تقدم لهم الكثير والكثير في هذا المجال. ونحن في هذا المقام الآن نقف في منحة كبيرة قدمتها هذه الهيئة، وعلى رأسهم أنا أشكر الأخ، أقدم الشكر الجزيل للأخ فيصل الجبر، وهو أمين العلاقات العامة للندوة في المملكة العربية السعودية. نقدم له الشكر الجزيل، ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منه ويتقبل من جميع القائمين على هذه الندوة، وأيضا كذلك الأخ الدكتور بشير الذي كان يدير المكتب الإقليمي في هذا في جهد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم هذه الجهود الكبيرة، حيث أنهم قدموا هذا الأمر بواسطة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فنحن نشكرهم على ذلك. ونحن مستعدين في تنفيذ كل البرامج التي تمنح لهذا المجتمع ولهذه البشرية إن شاء الله. وشكر رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في ختام حديثه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية وولي عهده الأمين والشعب السعودي عام، كما خصص الشكر للأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الشيخ الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي، ومدير مكتب الفروع والعلاقات العامة بالندوة الشيخ الدكتور فيصل الجبر. ونحن في هذا المقام نقدم داعين ندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن على هذه البلاد بالأمن والاستقرار. وكما تعلمون أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتقكم أيها المتدربون في هذه الدورة. أنتم تعلمون أننا نحن مقدمين على أمر عظيم جدا بمقتضاه تتحدد المسيرة لهذا البلد الكريم، لهذا البلد المعطاء، تتحدد مسيرته المستقبلية. هي تنطلق من ذلك الحدث الذي سيقع بعد أسابيع إن شاء الله. وهذا الأمر يتطلب منكم الجهد الكبير في توجيه المجتمع، أنتم الذين تباشرون المجتمع سواء كان عبر المنابر أو الحلقات أو غير ذلك، فلا بد من أن توجه المجتمع التوجيه الصحيح لكي يضع اللمسات الصحيحة السليمة ويضع المسار الصحيح السليم والقواعد السليمة لتسير هذا البلد في المستقبل إن شاء الله. وهذا هو الشيء المطلوب منكم. فنحن في هذا المقام دعينا الله سبحانه وتعالى أن
يعطيكم أن ينفعكم بما تسمعون في هذا المجال. ونحن نتوجه أيضا كذلك بالشكر للذين سيحاضروننا في هذه الندوة في هذا اليوم، وقد أوجه لهم الشكر الجزيل إن شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى يوفقهم لتوصيل ما هو نافع للمتدربين جميعا إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل. ومن هنا نعلن بدء هذه الدورة التي تستمر يومين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، ويرزقنا العفو والعافية، ويرزقنا السلام إن شاء الله. هذا وبعد افتتاح فعاليات هذه الأنشطة الدعوية، فقد انطلقت أعمال ملتقى الأئمة والدعاة حول تعزيز الوسطية والاعتدال في مجال العمل الدعوي، وتناولت مواضيع عدة في جلسات مختلفة، من بينها المنهج الدعوي في الدعوة وتحديات العمل الدعوي مع الشيخ الداعية الدكتور محمد آدم مختار، وكذا تجديد أسلوب الخطاب الديني مع الشيخ الدكتور ربكر ولرمدو، والوسطية والاعتدال في الدعوة إلى الله تعالى قدمها الشيخ الدكتور آدم عبد الله بلال، وموضوع آخر تحت عنوان تجربة داعية قدمه الشيخ الدكتور عبد الدايم عبد الله عثمان. عقب ملتقى الأئمة جاء ملتقى النساء الداعيات ومديرات مراكز محو الأمية، وتناول هذا الملتقى مواضيع عدة من بينها دور المرأة المسلمة في إصلاح المجتمع قدمته السيدة زينب يوسف آدم، وكذا دور المرأة في تعزيز ثقافة السلام والتعايش السلمي قدمه الشيخ الدكتور الهادي نعيم عمر، والوسطية والاعتدال في الدعوة إلى الله تعالى كان من نصيب الشيخ الدكتور آدم عبد الله بلال. أما ملتقى الشباب فجاء بعنوان دور الشباب في خدمة المجتمع، تناول مواضيع من بينها دور الشباب في القيادة المجتمعية وصنع السلام الأهلي مع الشيخ الدكتور الجوني جدة محمد عبد القادر، والاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي قدمه الشيخ الدكتور حسن محمد الجد. موضوع آخر بعنوان التحديات التي تواجه الشباب المسلم قدمه كل من الشيخ الدكتور أحمد محمد عبد الله والشيخ الدكتور علي نهار زين. أما الملتقى الأخير فكان من نصيب معلمي الخلاوي والمراكز القرآنية، حيث تناول مواضيع من بينها مدخل لدراسة القرآن الكريم قدمه الشيخ الدكتور الجوني شدة محمد عبد القادر، وموضوع آخر بعنوان أحكام النون الساكنة والتنوين قدمه الشيخ الدكتور حسين إدريس موسى، وأحكام الميم الساكنة مع الدكتور الجوني أبو بكر داود صالح، وتلاوات تطبيقية مع الشيخ حسن نجم عمر. وشمل هذا الملتقى أيضا مواضيع في التنظيم الإداري للخلاوي القرآنية ومواضيع أخرى مهمة متعلقة بالقرآن الكريم. هذا ونشير إلى أنه تم إثراء جميع هذه الجلسات العلمية بمداخلات وأسئلة مفيدة من قبل المشاركين. انتهاء الغاية في التصحيح وبلوغ النهاية في التحسين، يعني أنت عندما تقرأ هذه الحروف أو الحروف التي نتكلم بها هي نفسها موجودة في القرآن، فكل حرف أنت تنطقه نطقا صحيحا حين يسمعه السامع إنه هذا الحرف فعلا صح واضح. عدم وضوح الحرف يضيع المعنى ويخلي السامع يذهب إلى أمر آخر. ناهية نظرية يا مشايخ، ناهية نظرية. ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن، والأساس الأصل الأساس أو الهدف الأساسي من نزول هذا الكتاب هو فهم معانيه وتطبيق هذه المعاني في حياة المسلم مع المحافظة على الحروف وإقامة حدوده. كذلك متعبدون بتصحيح ألفاظه، نعم لأنه للناحية الثانية، بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة، هذه الصفة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الصحيحة العربية. إذن يا مشايخ، القرآن ليس كغيره من الكتب أو المجلات، في أي مجلة اقرأها ما شئت، في أي كتاب اقرأ ما شئت من الأمام أو من الخلف، لكن كتاب الله عز وجل له طريقة واحدة
هذه الطريقة لا تتغير ولا تقبل التغيير ولا تقبل الزيادة، بل هي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تلك الكيفية، سيدنا جبريل لما ينزل وكان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، كان في العام الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام دارسه القرآن مرتين، فكان يقرأ ثم النبي يقرأ. والعلم عند الله، هذه الكيفية هي الطريقة المثلى والصحيحة لتعليم القرآن الكريم، والمقام لا يتسع لذكر كل ما يتعلق بهذا. فإذا طريقة واحدة إذا خالفها أحد من القراء ما ينبغي أن يستمر عليها، لابد أن يتمسك بهذه الطريقة. هذه الطريقة لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها. والناس أيها الإخوة في ذلك بين محسن مأجور، أي نعم، ومسيء آثم أو معذور. فمن قدر على تصحيح كلام الله عز وجل وهو أولى بذلك باللفظ الصحيح العربي الفصيح، وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي القبيح استغناء بنفسه، اكتفى بنفسه أيها المشايخ، واستبدادا برأيه واتكالا على ما ألفه من حفظه، خلاص أنا حفظت القرآن، لا خلاص ما في داعي أنا أمشي للشيخ آخر أقرأ عنده، واستكبارا عن الرجوع إلى عالم بهذا الفن يوقفه على صحيح لفظه، فإنه مقصر هذا الأخ بلا شك، وآثم بلا ريب، وغاش بلا مرية. فقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نصيحة أن نقرأ هذا الكتاب قراءة صحيحة كما تعلمناها أو كما تعلمها الصحابة رضوان الله عليهم من رسول الله، ثم نقل تلك الكيفية ولم يغيروا فيها إلى أن وصلت إلينا والذين يأتون من بعدنا ومن بعدنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذه الطريقة هي التي يقرأ بها كتاب الله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. رحمك يا ربي، رحمك يا ربي، يا رب يا غافر الذنب يا قابل التوب، رحمك يا ربي، رحمك. الدعوة إلى الله.